التوابل ليست مجرد منكهات تضاف إلى الطعام، بل كانت شرارة لارتكاب مذابح بحق شعوب أنتجتها، وسبباً لاحتلال أراضٍ من أجل السيطرة عليها. في العصور القديمة كانت التوابل عملة ثمينة أغلى من الذهب، وشكلت تجارتها 70% من التجارة العالمية. لذلك دعونا نتعرف إلى الحقائق التاريخية لأكثر التوابل شيوعاً. الملح سيد الموائد، يضبط مذاق الوجبات، هو أقدم مادة حافظة للأطعمة، بدأ إنتاجه قبل 6000 عام. استخدمه الآشوريون كسلاح كيميائي، فكانوا ينثرونه على أراضي الأعداء كتكتيك في حروبهم لجعلها أراضي بور. أما في الإمبراطورية الرومانية فكان الملح يدفع راتباً للجنود، وبه اشترى اليونانيون القدماء العبيد. الفلفل الأسود ملك التوابل وفاتح الشهية، تعد الهند موطنه الأصلي، استخدم في طقوس الدفن الملكية واحتل مكانة عالية في اليونان القديمة، فكان يقدم قرباناً للآلهة ويستخدم لدفع الضرائب والفدية. وفي العصور الوسطى كانت ثروة الرجل تقاس بكمية مخزونه المدخر من الفلفل. أما القرفة فقد كانت تقدم هدية للطبقات الملكية، استخدمها قدماء المصريين في التحنيط، واحتكر العرب تجارتها وتصديرها إلى أوروبا، وحافظوا على سرية مصدرها حتى القرن 16. ولكم أن تتخيلوا أن جوزة الطيب كانت سبباً لغزو دموي من قبل الهولنديين لجزر براندا الإندونيسية، ولصراع مع الإنجليز من أجل السيطرة على إنتاجها في تلك الجزر. تاريخ التوابل حافل بالأسرار والحكايات، فبعد أن كانت عملة ثمينة أصبحت اليوم في متناول أيدينا وبأرخص الأثمان.